أستاذ أنس، هناك أمور مهمة يجب الانتباه لها قبل استئجار أو تأجير عقارات في تركيا، ما هي؟ الأمور المهمة اللي لازم ننتبه لها إذا أنا مثلا بدي أستأجر عقار، أول شيء لازم نتأكد من معلومات العقار في العقد المكتوب، المعلومات الصحيحة للعقار تكون هي مطابقة للشيء اللي أنا شفته واللي لح أستأجره. أيضا لازم نتأكد نحن الشخص اللي عم يخاطبنا، هل هو يا ترى هل هو صحيح صاحب العقار أو مخول بوكالة مثلا أنه يأجرنا هذا العقار، لازم يبرز وكالة صالحة تخوله بتأجيرنا هذا العقار. أضف إلى ذلك لازم كمان نركز على معلومات الأشياء الموجودة في المنزل، هي كلها الأشياء الكهربائية، إذا كان موجود فرش، هي كلها حالتها الفنية، بعض منا يعمل بعض منا لا يعمل، هي كمان لازم ندير بالنا وننتبه عليها. أيضا معلومات الاتصال، معلومات الهواتف والمعلومات الشخصية لي إن كان سواء صاحب الشقة أو المستأجر يجب أن تكون صحيحة. أيضا موضوع الحساب البنكي، يعني الحساب اللي بنحول عليه الحوالي الأجار الشهري، هذا لازم يكون كمان معلوماته صحيحة ما يكون فيها غلط. أضف إلى ذلك موضوع العائدات الشهرية، هي لازم ننتبه عليها أنه ممكن تكون أحيانا يتم الاتفاق مع صاحب المنزل أنه أنا بحول لك الأجار من ضمنه مبلغ العائدات الشهرية أو لا، هي يفضل أنه تكون واضحة ومكتوبة في العقد. طبعا العائدات هي الرسوم التي تدفع لي يعني نعم إدارة السكن. نعم، الرسوم الشهرية اللي تتعلق بالنظافة والخدمات والعاملين والأمن والكاميرات وما إلى ذلك، هي العائدات الشهرية التي ترتب على العقار أو على الشقة.